كمخاض العراق العسير في سنين ما بعد الاحتلال كان مخاض الانتخابات التشريعية الأخيرة ولأن كل شيء أو الأغلب يسير في العراق بشكل منحدر لم تكن الانتخابات بابا لبرلمان جديد وحكومة جديدة تنتشل البلاد مما هي فيه بل كانت الانتخابات كسابقاتها صافرة لبداية صراع جديد وتقاسم سلطة على أساس طائفي وإعادة تدوير الوجوه ذاتها بعد ثلاثة أشهر ويزيد صدقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات إذانا ببدء صراع تشكيل الكتلة الأكبر التي ستشكل بدورها الحكومة ولأن شركاء العملية السياسية لا يقفون بصف واحد بل ينقسمون لأجنحة إيرانية وأمريكية فإن شكل الحكومة وطبيعتها متوقفان على كلمتين من سليماني أو ماغورغ بشاهد من أهلها وتحديداً من داخل ائتلاف النصر النائبة جميلة العبيدية القيادية بائتلاف العبادي قالت إن 80% من قرارات تشكيل الحكومة المقبلة تخضع لتأثيرات خارجية حجراها أمريكا وإيران مضيفة أن جميع الدعم الذي يصل الكتل السياسية يأتي من الخارج ولذا فإن أي سياسي يحصل على منصب في الحكومة تراه يذهب مهرولا إلى الخارج بحسب وصفها تتكئ الحكومة في بغداد سواء الماضية أو المقبلة على توافق أمريكي إيراني وإن جاء متأخرا لكنها ستكون آيلة للسقوط في غضون ثلاثة أشهر بحسب النائب عبد الكريم عبطان الذي أكد أن الحكومة القادمة قائمة على التزوير مشيرا إلى أن الخروقات الانتخابية وصلت إلى درجة سرقة مفاتيح أجهزة الاقتراع والعبث بها إذا علينا الآن ويعني قبل فوات الاوان هذه الحكومه ان تشكلت بتاثير خارجي والله العظيم لن تدوم اكثر من ثلاثه اشهر وانا اقول لك اياها وتحمل مسؤوليه ما اقول وان كانت الانتخابات الاخيره استفردت بتزويرها العالي وشبه انعدام المشاركه الشعبيه بينما يميز تشكيل الحكومه هذه المره ان صانعي القرار لا يبدو انهم سيتفقان وبينهم حصار وعقوبات وما صنع الحداد